النت على السايبر وما أدراك ما السايبر وما فيه، يتفرج ويشرب شيشة يفسد عقله وصحته، وإن لله وإن إليه راجعوا. ثم تدمير الأخلاق، وده أعظم أثر، تدمير الأخلاق مصيبة عظيمة جدا. أن يسقط شبابنا في رؤية الحرام وفي سماع الحرام، في ترويج الصور الفاضحة، ترويج المواقع الماجنة، في إطلاق العين فيما حرمه الله عز وجل. كل شاب بينزل صور ويفرجها لأصحابه، بيروج المواقع الإباحية، بيشاهد، أنا بقول له ألا تخاف أن يأتيك الموت وأنت على ذلك؟ ألا تعرف أن الله معك يسمع ويرى؟ ألا تعرف أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه ولم يفلت؟ ألا تعرف أن الدنيا تمر كمر السحاب؟ حسن البصري بكى يوما فقالوا ما يبكيك؟ قال أخاف أن يطرحني ربي في النار غدا ولا يبالي، وهو الحسن البصري. محمد بن سيرين يقول ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا منام إلا زوجتي، وإني لأرى المرأة في المنام مما لا تحل لي فأغض بصري عنها. يا سلام يا سلام، فين شبابنا النهاردة؟ هل تعلم أن ما تقوم به، أن ما تقوم به من تبادل الصور الفاضحة تعتبر سيئة جارية؟ يأتيك شرها من بعد موتك في قبرك؟ ده سيئاتك بالملايين، ده انت وزعت صور بالآلاف، بتفسد بنات أمة النبي محمد بالدردشة والعلاقات، بنشر هذا الباطل يا عبد الله، تخبب النساء على الرجال، ألا تستحي من ربك عز وجل؟ وبقول لكل بنت بتدردش مع الشباب على النت وبتخش تشاهد المصايب السودة دي، بقول لها يا ابنة الإسلام، يا حفيدة عائشة وخديجة وحفصة، إن استطرتي عن أعين الناس فأين تختفين من عين الجبار جل جلاله؟ اوعي يا بنتي تنخدعي بالكلمات المعسولة، اوعي يا بنتي تنخدعي بالابتسامات الرقيقة في من ورائها أنياب الذئاب. ولله ضر القائل إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب عار. يكون ظاهرك الخلق والستر والحجاب والحياء والعفاف، فإذا خلوت بنفسك تحولت إلى شيطان رجيم، تشاهدين الحرام، تسمعين الحرام، تفعلين الحرام. الله معنا يا عباد الله، يسمع ويرى. كذا من آثار النت السيئة ضياع البنات من خلال هذه العلاقات، إضاعة المال والوقت، يقعد 6 ساعات على النت كل يوم ويجيله فاتورة التليفون بالمئات، ولو قلنا له تصدق ب50 جنيه على يتيم لأبى أشد الإباء. إهدار العمر، كل يوم 6-7 ساعات في الهيافة، عمره بيضيع يتسرب من بين أصابعه كما يتسرب الماء. ثم انتشار الأفكار المتطرفة في مواقع متطرفة على النت، ممكن ولد يخش عليها يلتحق بجماعة تدمر دول المسلمين، تدمر مجتمعات المسلمين، يتعلم يصنع قنبلة من خلال النت، يلتحق بجماعة متطرفة تشوش عليه دينه وعقله وقلبه وتلوث إيمانه، فيقوم بالقتل والسرقة والخراب في أمة النبي محمد من على النت برضه، هذا موجود أيضا. طيب بسرعة في دقيقتين، وما هو العلاج؟ العلاج أن نستفيد بطيب النت في مجالات واسعة مفيدة جدا، الدعوة إلى الله من خلال النت، متابعة مواقع العلماء، طلب الفتوى، الدخول على المكتبات العامة، البيع والشراء من خلال النت، فيه مجالات رحيبة جميلة نافعة لا نستطيع أن نستغني عنها في هذا الزمان، ندخل على الطيب. 2، نربي أولادنا على مراقبة الله مش على مراقبتنا احنا،
أغرس في ولدي منذ نعومة الأظافير أن الله معه يسمع ويرى. محمد بن سوار كان ربي ابن أخته يقول له: يا ابني قبل أن تنام كل 10 مرات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله مطلع علي. نقص على أطفالنا قصة بائعة اللبن التي قالت لأمها: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. نقص عليهم قصة راعي الغنم الذي قال له ابن عمر: بعني شاة، قال: أنا عبد ولها صاحب، قال: بع لي واحدة وكل أكلها الذئب، قال: فأين الله؟ نغرس ده في قلوب أولادنا ألا نغفل أبدا عن ذكر الموت. أكبر مصيبة تسقط على رؤوسنا مصيبة الموت، وأعظم من مصيبة الموت مصيبة الغفلة عن الموت. يا بنتي مش خايفة تموتي وانت كده؟ يا ابني مش خايف تموت وتفضح وانت كده؟ 3، نخاف من أن يكشف ربنا ستره عنا. يا أخواننا ربنا صبور، ربنا حليم، ربنا بيمهل ويمهل 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 ويمد حبال الصبر ويحلم جدا، لكن إذا وجدك في غيك، إذا وجدك لا ترجع لا تؤوب، فضحك وكشف ستره عنك. خاف يا أخي، خاف إن ربنا يفضحك. أوعى تغتر بصبر ربنا عليك، اوعى تغتر بحلم ربنا عليك، اوعى تغتر بستر ربنا عليك. 4، عايز كل اب وكل ام عنده كمبيوتر في البيت موصول بالنت لا يغفل عن اولاده، يراقب ويتعلم ويفتش. كمان نحط الكمبيوتر في مكان مكشوف، مش هيخش غرف نوم، لا، مش هيخش غرفة الاولاد، لا، ده في الريسبشن، ده في الصالة، ده في مكان مكشوف لكل من في البيت. يبقى الواد يخش متكهرب، أبوه طالع، أمه طالعة، أخته، أخوه، هيحترم نفسه، هيحترم نفسه. ثم نعرف أصدقاء الأولاد وننتقي لهم الطيبين وننفي عنهم الخبثاء، فإن النبي قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى الدعاة دور، المشايخ لهم دور، نعلم، نشخص المرض، نصف الدواء، وعلى جهات الأمن دور عظيم. نما إلى علمي أن بعض الجهات الأمنية تراقب مقاهي النت المشبوهة التي تدور من حولها الشبهات، وهذا أمر حسن وطيب ومشكور، وعايزين يفعل أكثر. مقاهي النت دي اللي بتخلي العيال يشوفوا المواقع الإباحية، يخشوا على المواقع الفاجرة، يخشوا على المواقع الهدامة، دي أسوأ من الخمارات، فهذا دور محمود. ثم أخيرا، لازم ننزل على كل الأجهزة برامج الحماية، عشان ممكن تبقى أنت داخل على موقع نظيف تجي لك صورة خبيثة، موقع حماية، ونجدده فترة بعد فترة وحين من بعد حين. ثم نذكر الشباب باستخدام الطيب ونحذرهم من استخدام الخبيث. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. الموضوع طويل، أنا قلته على عجالة، وعذرا لأني لم أخذ أسئلة. إن شاء الله في اللقاء القادم نسمع الأسئلة، وأي أحد عنده أي مشاركة أو أي إضافة أو أي إسهام يعني يراسلنا من خلال موقع قناة الرحمة الفضائية، وهو مشكور إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.